أسباب الأمراض دائما. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن مرض السكري من النوعين، النوع الأول والنوع الثاني. السكري يعني مع الأسف الشديد أن النسبة تزداد يعني عبر العالم، وتزداد بوتيرة خطيرة في كل الدول العربية، ويعني تزداد في دول الخليج أكثر من الدول المغاربية طبعا، لأن بحكم تغير نمط العيش وبحكم سرعة الحياة يعني ونمط الحياة كذلك الذي لم يعني الذي لا يعتاده الناس يعني سكان هذه المناطق. ولذلك نلاحظ مثلا هذه الدول الشرقية الآن السكري يمشي، السكري والسمنة وارتفاع الضغط عند الأطفال وعند الجنين يعني يمشي بواحد سرعة يعني خطيرة جدا، وكذلك مشكل هرموني عند النساء. يعني لا يمكن هذه الأمراض أن تأتي من السماء هكذا، يعني هذه أمراض لها أسباب، ويجب يعني أن يعرف الناس هذه الأسباب، لأن الناس يقولون أن السكر وراثي، وهذا شيء مضحك، شيء مضحك أن الأمراض وراثية. يعني الأمراض الوراثية معروفة هي المونغوليزم، هي الأشياء هذه اللي عرفناها أن الشخص يزداد بهذا المرض. أما الشخص يزداد ويعني 30 و 40 سنة يصبح لديه سكري، ثم نقول وراثي، إذا كان وراثي فيجب أن يزداد بهذا المرض. يعني وراثي لما لا يجد تفسير، أو لما يريدون أن يخفر حقيقة فيقولون وراثي، سرطان وراثي، سكري وراثي، علي المرض المناعية وراثية، توحد وراثي، كل شيء أصبح وراثي. هناك جينات، نعم هناك أشخاص عندهم قابلية أكثر من أشخاص أخرى، لأن هناك مورثات على الكروموزومات عند بعض الناس، ولكن ليس وراثي. السرطان ليس وراثي، السكري ليس وراثي. ليس هناك أمراض عارضية التي يعني تصيب الناس يعني ليست وراثية. كما قلت أن السكري لديه أسباب وليس يأتي هكذا، لأن تسمم الأعضاء الداخلية لمن البنكرياس الذي يفقد هذه الخاصية يعني إنتاج الأنسولين، أو ربما هذه الأنسولين لا تدخل إلى الخلايا أو يعني على 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 مستويات. ثم الآن ظهر هذا الخزان، يعني الناس لا يفهمون معنى الخزان، وأنا عندي الخزان يعني 6 ولا 7 والخزان أصبح 12 إلى آخره. يعني هذه أشياء مبهمة، أشياء مبهمة، لأن هناك أشخاص عايشين بالسكري ولا يعلمون أن لديهم سكري، خصوصا في الأرياف وفي المناطق النائية كثير من الناس يعيشون بالسكري ولا يعلمون أن لديهم سكري. يعني هذه فيعني مرض السكري طبعا، فالناس يحذرون من الأشياء التي فيها سكر أو اللي عنده مؤشر الجلايكيميك اندكس، يعني هذا اللي عندي مؤشر السكري عند بعض المواد الغذائية فيها المؤشر مرتفع جدا، وبعض المواد فيها مؤشر. فهذه كلها خزعبلات وكلها خرافات. فمريض السكري يمكن أن يتناول يعني الأشياء التي يحذر منها الآن، ونجد على أن الآن مثلا سكر الفواكه والسكر الموجود في الطبيعة ليس هو السكر الصناعي أو السكر المكرر الذي يستعمله الناس يعني في الحلويات وفي المربى وفي بعض المشروبات وفي بعض المركزات العصائر إلى آخره. يعني هذه الأشياء يعني نتكلم عنها بوضوح، و الذين ينتظرون خلطة وينتظرون دواء للسكري، وهناك من أخذني أنني قلت أنه ليس دواء، ليس هناك دواء للسكري، ليس هناك علاج لداء السكري. ربما الحالة السكري يضبط في الجسم نعم، ولكن هذا لا يعني على أن الشخص شفي من السكري أو عولج من السكري. يجب أن نوضح هذه الأمور وأن لا يبقى الناس يلعبون بعقول الناس. فهذا السكري ممكن أن يعيش الشخص بالسكري بدون أي مشكل، إذا كان نمط العيش هو القوي وليست الأدوية أو الخلطات. نمط العيش أو يعني النظام الغذائي هو القوي عند المصابين بالسكري، فيحذرون الأشياء الحلوة طبعا، لأن يجب أن لا يكون هناك كمية كبيرة من السكر في الجسم، لأن الميتابوليزم يعني حل هذه السكرية داخل الجسم طبعا الهرمون الذي يعمل عليه اللي هو الأنسولين غير موجود، ولذلك إذا كان هناك تراكم ثم يرتفع التركيز في الدم أصبح 4 أو 5، فربما شخص يعني يمشي كوما، يعني يمشي المستعجلات، يعني مش مستعجلات ولكن ربما يعني يغمى عليه أو يصاب ببعض الحالات الخطيرة، يعني ويجب أن لا يصل الناس إلى هذه الحالات. فلا نبدأ بالأشياء الحلوة، فالناس يحذرون جيدا السكريات والسكر إلى آخرين، لكن ما القوي في هذا النمط العيش وأن لا يخشوا من هذه الأشياء، يعني السكر والشيء لا يخافوا من هذه الأشياء. ف
فالذي يجب أن يحذره وأن يعني أصحاب السكري الأشياء الخطيرة ليست هي الأشياء الحلوة أو السكر، الأشياء الخطيرة هي الأشياء التي ترفع الضغط داخل الجسم والتي ترفع نسبة الكوليسترول داخل الجسم. جميع الأشياء التي ترفع الكوليسترول داخل الجسم هي خطيرة جدا لأصحاب السكري، ولذلك أعراض السكري الرجل يعني غانغرينا على مستوى الأصبع الكبير للرجل أو من إصابة القلب والشرايين أو إصابة الكلية أو العين يعني شبكية العين أو أشياء هكذا، فهذه مضاعفات لا يتسبب فيها السكري بل يتسبب فيها اضطراب السكري يعني، وهذه أشياء يعني المرأة المصابين بالسكري يجب أن يحذروا الشحوم الحيوانية الشحوم المشبعة. فمع الأسف يعني هما يخشون الأشياء اللي فيها سكر ولكن لا يرتاحون للحوم وللدسم. يعني أمراض السكري المصابين بالسكري تشيكين يعني لما يقوموا بتحليله لا يراقبون الكوليسترول وارتفاع الضغط والسمنة يعني الوزن إلى آخره، بل يراقبون السكري في الدم فقط وما لا يراقبون الكوليسترول. فإذا كان الكوليسترول مرتفع في الجسم والضغط مرتفع فلا يمكن أن يسوى السكر في الدم، لا يمكن أن يصل إلى واحد في الدم، لا يمكن حتى بالأدوية وحتى في حالات في بعض الحالات حتى بالحقنة يعني لا يسوى. فيجب أن يحذر أصحاب السكري الشحوم المشبعة. وإخواننا الذين يعيشون في الدول يعني هذه المصنعة لا أقول متقدمة، فالدول الأمريكية والدول الأوروبية إلى آخره والدول الأخرى من اليابان مثل كوريا مثل دول أخرى طبعا هذه المتقدمة تكنولوجيا، لا يظنون أنهم في هذه الدول أن لديهم نمط عيش جيد ومراقب بالطبيب إلى آخره، لا يظنوا هذه الأشياء وأن يستبعدوا أن تكون المعلومات كلها مضبوطة. لماذا؟ لأن في هذه الدول يستحيل أن يقول لك الطبيب امتنع عن اللحوم، يستحيل تماما لا يمكن، لا دائما يقول يعني مضريت دائما يقول لك ينقص خفض مرتين في الأسبوع ولكن لا يقطع اللحوم. أما النظام المثالي لأصحاب السكري هو ممنوع اللحوم منعا كليا، الدواجن والحيوانات، الدجاج والديك الرومي والإوز والبط والغنم والبقر يعني القنية وكل الأشياء هذه الأرانب وكل شيء، جميع الحيوانات اللي عندها دم ساخن الوارم بلود أنيمولز هذه اللي فيها الشحوم والكوليسترول ممنوعة على أصحاب السكري من النوعين الأول والثاني، وممنوعة كذلك على أمراض القلب والشرايين.